قناة رواياتستان تقدم العمة جوديث تطرز. التكملة الأخيرة لرواية مقتل المليونير المحسن لسيدة أدب الجريمة أغاثا كريستي. أداء صوتي أحمد رمضان الجمال. جلست رينت في اليوم التالي بعد وليمة العشاء التي أعدها في الاستوديو، ودعا إليها المفتش بلاي والدكتور برايان فيرمان وعمته جوديث التي وصلت بالطائرة من روما بعد أن سئمت على حد قولها ذلك العالم الآخر العجيب الواقع في الجانب الآخر من بحر المانج. وجلست العمة تطرز قطعة قماش بينما شرع الرجال الثلاثة يدخنون بعد أن استأذنوها في ذلك. وأخيرا قال المفتش بلاي: إنه يلزم الصمت تماما بعد أقواله التي تفوه بها هنا يا ترينت، وليس هذا بعجيب بعد الذي عناه من ذلك الشبح. لقد كنت يا عزيزي ترينت في شك من نجاح هذه الخطة. وقد ظل المسجل الرسمي الذي كان مختفيا في الغرفة المجاورة لا يدري شيئا مما سيحدث حتى رأى، وما كان أشد فزعه السيد جيمس الصغير يدخل علينا في هيئة أبيه وثيابه. الواقع أنه ممثل ناجح، ويبدو لي أنه استمتع بهذا الدور إلى حد كبير. حسنا، ولكن المسجل بدأ يفهم كل شيء عندما سمع فارني يصيح معترفا بجريمته لهول ما رأى. فقال ترينت مبتسما: الحقيقة أنه كان للحظ أثر كبير في كل ما حدث، وأنا نفسي لم أكن أتوقع أن يعترف فارني بمثل هذه السهولة. إنه شخصية خطرة جدا، وأعتقد أنه من الأشخاص القلائل الذين يقتلون القتيل ويشيعون جنازته، وإني لأرجو أن يدان ويشنق، وإلا فإن حياتي ستظل في خطر شديد إذا حكم عليه بالسجن وأمضى مدة العقوبة ثم خرج إلى العالم حرا مرة ثانية. فقال بلاي وهو يشيح بيده: أوه اطمئن من هذه الناحية، إن القانون لا يغفر للقاتل الذي يقتل رب نعمته بهذه الطريقة الدنيئة. ولكن لا شك في أن الدكتور فيرمان وعمتك الآنسة جوديث وأنا أيضا نحب أن نسمع الأسباب التي جعلتك تشك في أمره. فقال ترينت: لقد أخبرت عمتي وصديقي بكل ما حدث تقريبا قبل زيارة سيمون ريت الخفية في ذلك المساء. فدمدم بلاي قائلا: آه ذلك المجرم الخطير اللعين، إن دمائي تفور كلما ذكرت أنه كان مختفيا مدة 3 أيام تحت أنفي. فقالت الآنسة جوديث معترضة: لا لقد مات المسكين، دعوه ليستريح في قبره. نعم، حتى ولو أنه قتل ذلك الرجل الذي كان مكروها من الجميع. فقالت رينت مؤمنا على عباراتها: حسنا، لقد انتهى كل شيء الآن. أقول إن سيمون ريت زارني خلسة بعد وقوع الجريمة ببضعة أيام وأخبرني بالمكان الذي كان يختفي فيه والذي يطل على منزل سيده، ثم أخبرني بأمر ذلك الرجل الذي دخل منزل السيد راندولف بعد 7 بقليل، أي في الوقت الذي حدثت فيه الجريمة. وكانت هذه المعلومات هي الومضة الأولى التي جعلتني أشك في أمر السيد فارني. إنك لم تخبرني بهذا لأني لم أكن واثقا تماما بما ستتطور الأمور إليه، ولكني أخبرتك على كل حال بالنقطة الأساسية التي تدين الرجل، وأحسب الآن أنكم تريدون أن تعرفوا كيف بدأت شكوكي تتحول نحو فارني. وأؤكد مرة أخرى أن الحظ لعب دورا كبيرا في الموضوع، فلولا زيارة سيمون لي لظلت الجريمة في غموضها حتى الآن. حسنا، لقد أخبرني سيمون أن كل ما رآه من الزائر الليلي هو ظهره فقط، وأنه لاحظ عليه أنه جنتلمان، وأنه في ثياب ومعطف السهرة ويرتدي قبعة عالية لامعة، وأنه كان يرتدي كوفية بيضاء تبدو حافتها حول يقة المعطف من الداخل، وأنه لم يسمع وقع خطواته وهو يسير على أرض المدخل المرصوفة، وأن الباب صفق بشدة عند خروجه بعد أن مكث في منزل راندولف نحو 10 دقائق أو ربع ساعة.
تلك هي المعلومات التي حصلت عليها من سيمون. فقال الدكتور فيرمان: حسنا، إن هذه المعلومات لا تؤدي إلى شيء قط. ففي لندن ألوف وألوف من الرجال الطوال العراض الذين يرتدون ثياب السهرة والكوفية البيضاء والقبعة اللامعة فابتسم ترينت وقال: حسنا حسنا، أنا لا أنكر هذا. لقد نسيت أن أقول أيضا إنه لم يكن يحمل في يده أي حقيبة أو أي شيء آخر. فقال المفتش بلاي: هذا مما يزيد الأمر تعقيدا. إنني شخصيا، ولا أخجل من الاعتراف بذلك، ما كنت أستطيع أن أنتهي إلى شيء كثير من هذه المعلومات. إن هذه الأوصاف قد تنطبق على أي واحد منا نحن الجالسين هنا. فقالت الآنسة جوديث معترضة: إلا أنا بطبيعة الحال. فابتسم الدكتور فيرمان للغمزة الرائعة بينما قال ترينت: نعم نعم، أنا معك، ولكن أحب أولا أن أقول إن الأشخاص الذين تنحصر الجريمة فيهم معدودون. فأنا كنت على موعد مع راندولف، ودكتور فيرمان ذهب لزيارته في ذلك اليوم، ولم يكن هناك أي دليل على أن سيمون ريت هو القاتل، وإلا لما تجرأ وأقبل يزورني ليطمئن على أن اعترافه لم يصل إلى إدارة البوليس، وخادمة المنزل لم تكن موجودة أثناء اليوم كله، وكان القتيل ينتظر حضور السيد فارني في أي لحظة دون تحديد موعد، كما كان مع هذا الأخير مفتاح خاص يدخل البيت به بغير استئذان. ثم هناك أيضا السيد يوجين ديثريل الراحل وإنيس فافيل. فضحك فيرمان وقال: معقول جدا، إن إنيس ممثلة ماهرة ويمكنها أن تتنكر في ثياب سهرة الرجال، ولكنها ليست طويلة ولا عريضة الكتفين. فقال ترينت مستطردا: هذا لا شك فيه، ويمكننا أن نخرج يوجين من الموضوع بالمثل لشيء واحد، وهو أنه يرتدي دائما قبعة بنية اللون من النوع الرخوي مع ثياب السهرة، وهو يرتديها عنادا وتحديا للمجتمع الذي ينفر من هذه الطريقة في ارتداء ثياب السهرة. ولقد رأيته في هذه الثياب وهذه القبعة في نحو 8:45 بباب نادي كاكاتاس ليلة وقوع الجريمة، ولا أعتقد أنه ارتكب الجريمة وذهب وغير قبعته فقط ثم أقبل إلى النادي بتلك الروح الضاحكة الساخرة. لهذا كله أخرجت يوجين من دائرة الاتهام، وكذلك أخرجت نفسي طبعا، وكذلك صديقي فيرمان، وإن كنت قد أخرجته مؤقتا في ذلك الحين حتى أنتهي إلى نتيجة شكوكي حول فارني. هذا لا بأس به، ولكن مجرد الشكوك لا يكفي. نعم، ولكنك تعرف يا صديقي بحكم خبرتك أن الإنسان إذا وضع قدمه في أول خطوة على الطريق المؤدي للحقيقة فلن تلبث أن تتلوها آليا خطوات أخرى تنتهي به إلى الحقيقة نفسها، وهذا ما حدث فعلا. فما كادت شكوكي تتحول إلى فارني حتى ذكرت أنه أخبرني في الصباح التالي لوقوع الجريمة أن القاتل أطلق الرصاص على ظهر القتيل. لقد قال هذه الجملة في عبارة عابرة دون أن يشعر، ولقد تذكرت بعد ذلك أن الصحف لم تذكر وصف وقوع الجريمة، كما تأكدت منك بأنك لم تخبر فارني بهذه المسألة عند زيارتك لسؤاله في الصباح، فكيف عرف بها إذن؟ هذه هي الخطوة الأولى نحو الحقيقة. أما الخطوة الثانية فقد عرفتها بطريق المصادفة وأنا أنصت إلى حديث بعض الشبان في معهد راندولف الرياضي، فعلمت أن موعد سباق الجري في شوارع لندن قد تغير خلال الشهر الأخير، فجعل في يوم الأربعاء بدلا من الخميس. لماذا؟ لأن يوم الأربعاء هو يوم إجازة سيمون ريت الأسبوعية، حيث يبقى السيد راندولف بمفرده من الظهر إلى نحو 8:00 مساء. ولسبب آخر، وهو أن السيد راندولف قد حدد لي موعدا لمقابلته بشأن رسم صورة ثانية في نفس ذلك اليوم. هل تعني أن فارني قد استطاع أن يرتدي ثياب السهرة وهو يعدو مع الشبان في شوارع لندن ثم يخلعها عنه في نصف ساعة؟ إنني متحير لهذه المسألة. فقال ترينت موضحا: ليس هناك أبسط منها، إن زيارتي للمعهد قادتني إلى الجراج الذي يضع فارني سيارته فيه، وهو جراج منزل رجل عزب يدعى السيد بايز،
يسكن في بيت بشارع هادئ على مقربة من المعهد، وأن شابا مثل فارني لقدير على تدبير أمر هذه الجريمة إلى حد يثير العجب. وإليك ما حدث تماما كأنني كنت معه. عندما غادر فارني معهد السباق في ذلك اليوم، كان في الصفوف الأولى من الراقدين، وكان في ثيابه الرياضية وحذائه المطاطي طبعا. فلما ابتعد عن المعهد لم يعصر عليه أن ينحرف في طريق جانبي، حيث يسرع إلى سيارته فيرتدي منها معطف السهرة على سروال أسود فقط دون سترة أو قميص، لأن الكوفية البيضاء يمكن أن تغطي فتحة المعطف الأمامية كما هي العادة أحيانا. وفي أقل من 10 دقائق وصل بالسيارة إلى مقربة من بيت السيد راندولف. ولما كان يرتدي حذاءه المطاط لم يكن لخطواته وقع، وهناك تسلل إلى بيت الثري وفتح الباب بمفتاحه الخاص، وفاجأ الرجل وهو يخلع معطفه فقتله، ثم عبث بالخزانة وسرق منها شيئا يخصه سأخبركم به فيما بعد. ولم يكن لديه وقت طبعا لإعادة تلك الأوراق والرزم التي بعثرت إلى مكانها، فتركها عن قصد، بل لقد حز الخيوط التي تربطها بشفرة الحلاقة التي وجدتها بجانبها لغرض في نفسه سأطلعكم عليه أخيرا. فلما انتهى من هذا غادر البيت وأغلق الباب ورائه. ولم يدر بخلده أن سيمون ريت كان يغازل صديقة له، فرأى ظهره وهو يدخل البيت وسمع صفق الباب وهو يغادره. حسنا، ولم يكن أسهل عليه بعد ذلك من العودة بالسيارة إلى الجراج، حيث خلع المعطف والسروال والقبعة وتريث حتى أقبلت الصفوف الأخيرة من الشباب المتسابقين وقد أكملوا رياضتهم، فاندمج بينهم ودخل المعهد معهم. فابتسم بلي وقال: نعم، لقد أخبرتني بهذه النقطة وطلبت إلي أن أسأل المتسابقين. فقال الذين رأوا فارني أنهم رأوه وهو يغادر المعهد معهم ثم وهو يعود، ولكن أحد منهم لم يستطع أن يقول إنه شاهد فارني أثناء فترة السباق، أي في المدة التي انقضت بين مغادرة المعهد والعودة إليه. حسنا، نعم، إنها فكرة بسيطة ولكنها شيطانية متقنة لا تخطر إلا على ذهن شاب في ذكاء فارني وخطورته. فقال دكتور فيرمان: أعتقد أن خطورته كانت في حظه الذي تحالف معه أول الأمر، وإلا فماذا كان يفعل لو أن أحدا رآه وهو يخرج من البيت إلى سيارته فعرفه أو ذكر أوصافه مثلا؟ أعتقد أن فارني كان متأهبا لهذه المفاجأة، وكان حسبه أن يضع منديلا على أنفه ليتمخض حتى لا يدع للناظر إليه فرصة التحديق إلى ملامحه. وقالت العمة جوديث مستفسرة: ولكنك نسيت مسألة قصاصة الورق المنتزعة من مفكرة المواعيد. فقال لها تريند: نعم نعم، كنت سأذكرها في حينها. وعلى كل حال ليس هو الذي انتزع الورقة، وإنما هو الذي وضع مفكرة المواعيد في مكان ظاهر للعيان على المنضدة الأنيقة الموضوعة في غرفة المكتب، وكان حريصا في هذا كله حتى لم يترك وراءه بصمة إصبع واحدة تدل عليه. إن مسألة مفكرة المواعيد كانت أكبر غلطة ارتكبها. حسنا، إنك لم تخبرني بالتفصيل عن سر وجود شفرة الحلاقة التي تحمل بصمات أصابعك في غرفة الجريمة. فابتسم ترينت وقال: أجل، إن هذه الناحية كانت من النواحي التي أذهلتني وكادت تفقدني رشدي، ولكن إجابة عابرة لسيمون عن سؤال لي جعلتني أضع يدي على أول الخيط. فضلا عن إجاباته الأخرى، لقد سألته قبل أن يغادرني عن نوع شفرات الحلاقة التي كان يستعملها السيد راندولف، فقال إنه كان يستعمل طرازا يسمى أورك، ثم استبدل به طرازا حديثا يسمى إسواغو. ولما كنت أعلم أثناء زيارتي للسيد راندولف بمدينة برينتون أن فارني هو الذي يقترح عليه مثل هذه الاقتراحات كرسم صورة ثانية له يضعها في المعهد وكالقيام بزيارة هذه المؤسسة أو قبول هذه الدعوة أو رفض تلك، لم يخامرني شك في أنه هو الذي اقترح على السيد راندولف استبدال طراز الشفرات العتيق بطراز حديث لغرض في نفسه، وهذا الغرض هو محاولة إدانتي باطلا
بتهمة قتل السيد راندولف، وذلك لأني كنت ما زلت أستعمل طراز هذه الشفرات نفسها. فقال السيد بلاي وهو ينفث دخانه بشدة: هذه هي الناحية التي تثير أشد العجب في نفسي، إنني أعرف أن علاقتك به عابرة، فما الداعي لهذا كله؟ بل ما الداعي لأن يقتل رجلا يهيئ له عملا رائعا ومركزا يحصد عليه؟ وتركت الآنسة جوديث قطعة التطريز من يدها كأنما أرادت أن تركز سمعها فيما سيدلي به ترينت، ولم يلبث هذا أن قال: هل تذكر يا عزيزي بلاي أني أخبرتك مرة بأني كنت قد رأيت فارني في مدينة مونتو كارلو على مائدة الميسر؟ نعم أذكر هذا جيدا، لقد كنا نتحدث معا عن بعض تصرفات السيد راندولف الشاذة كثري محسن أمام الناس وكبخيل شديد في المعاملة مع أخصائه. نعم، فعندما زرت السيد راندولف لأرسم صورته الأولى في مدينة برينتون ورأيت فارني هناك وأخبرته أمام مخدومي بأني أذكر أني رأيته منذ 3 أعوام في مدينة مونت كارلو، عندما قلت له هذا شحب وجهه، ولكنه أنكر هذا القول إنكارا باتا حازما بألفاظ هادئة لا أثر للإضطراب فيها، ولكن السيد راندولف رغم ذلك أخذ يعامله في حذر، ولعله أردف هذه المعاملة بإعادة النظر في حسابات المؤسسات والتفتيش على أوجه الإنفاق عليها تفتيشا دقيقا صارما. فقال المفتش بلاي متدخلا: نعم لقد تحريت بناء على رأيك في هذا الموضوع، فظهر أن فارني قد ارتكب سلسلة من جرائم اختلاس الأموال من المؤسسات تكفي للحكم عليه بضع سنين. هذا ما خطر لي عندما بدأت شكوكي تتجه نحو فارني، لماذا يقتل السكرتير رئيسه والمحسن إليه والمنعم عليه؟ لا بد من وجود سبب قوي، وليس هناك أقوى من الشعور بأن مصير الإنسان في قبضة رجل معين يستطيع في أي لحظة أن يدمر حياته إذا شاء. وليس لدي شك في أن السيد راندولف قد عرف بأمر الاختلاس، وأنه أرغم فارني على كتابة اعتراف بالجريمة كعادته مع كل من يقعون في يده، ثم أودع هذا الاعتراف في خزانته حتى يضمن ولاء وإخلاص فارني في المستقبل. وتلك طريقة شيطانية في السيطرة على الأتباع، وإذا كان رجل مثل سيمون أو مثل... والتفت إلى دكتور فيرمان وقال مستطردا: أو مثل ديلو مثلا قد خدع صابرا لإجراء كهذا، فإن شابا مثل فارني لا يمكن أن يخدع أو يصبر على أن تبقى حياته مهددة بهذا الشكل. وبذلك بدأت فكرة الجريمة تختمر في ذهني، ولا غروة إذ رأى أن يلقي الاتهام فيها على الذي أثار بعبارته العابرة شكوك السيد راندولف في أمانته، وهذا الرجل هو أنا طبعا. وسر الشكوك هو تردد فارني على مدينة مثل مونت كارلو. فقال بلاي: لقد علمت في هذا الصباح فقط من أحد مساعدي أن فارني كان يتردد خلسة على أحد نوادي المقامرة بلندن، ولا شك أنه اختلس الأموال ليقامر، وكلما خسر أمعن في الاختلاس على أمل تعويض الخسارة، أو لعل مدير النادي كان يعرف مصدر هذه الأموال فأخذ يرغمه على مواصلة المقامرة وإلا فضح أمره. هذا كما أخبرني المساعد بأنهم وجدوا في مسكنه حذاء رياضة أسود من المطاط. فقال دكتور فيرمان مدهوشا: يا للهول، أهناك نواد للمقامرة ترغم المقامرين هكذا على مواصلة اللعب؟ فهز المفتش كتفيه وقال: بل هناك ما هو أفظع من هذا بكثير، لقد أمضيت معظم حياتك في الأبحاث والتجارب العلمية، وبذلك لم يتسنى لك أن تقف على شيء مما قد تهبط إليه النفس البشرية. ثم التفت إلى ترينت وقال: حسنا أيها الشيخ العزيز أتمم، عليك اللعنة لقد فضحتني. فابتسم ترينت وقال: لا تنسى أن الحظ لعب معي دورا كبيرا. حسنا، لقد بدأت تختمر فكرة الجريمة في ذهني كما رأى أن يلقي بالاتهام على شخصي، ولا شك أنه انتهز فرصة زيارتي الثانية لبرينتون فحصل على شفرة مستعملة من شفراتي، ولعله انتهز فرصة دخول الحمام بعد الحلاقة فالتقط الشفرة ووضع مكانها أخرى من نفس النوع حتى لا أكتشف ضياعها في ذلك الوقت، أو أذكر ضياعها عندما تظهر حقيقة بصمة الأصابع
الموجودة على الشفرة التي كانت في غرفة القتيل. فتمتمت الآنسة جوديث: يا له من شخص لا ضمير له. واستأنف ترينت، وبعد ذلك أخذ يلح على السيد راندولف في أن يدعوني لأرسم له صورة ثانية توضع في المعهد الرياضي، ولا شك أنه على علم بالموعد الذي حدده راندولف لزيارتي له. وهنا يلعب الحظ دوره مرة أخرى، فيجعل هذه الدعوة تقع في يوم إجازتي الخادم الأسبوعية. إذن فلم تذهب إليه من تلقاء نفسك لتتفاهم معه في موضوع إينيس؟ لا، لم يكن هذا ممكنا قبل أن يسبقه تحديد موعد للمقابلة، ولهذا انتهزت الفرصة وتحدثت معه في موضوع إينيس فافيل تاركا مسألة الصورة لوقت آخر. ومع ذلك حسب الملعون سيمون أن زيارتك كانت للمناقشة في رسم الصورة. نعم، وهنا يلعب الحظ المعكوس دورا آخر. لقد كان فارني يعتمد في تدبير الجريمة على انفراد السيد راندولف بالبيت أثناء زيارتي له. لم يكن يقدر أن سيمون قد يبقى في غرفته بالطابق الأرضي لسبب من الأسباب حتى يراني وأنا أزور سيده، ثم يراني أغادر المكان وسيده صحيح معافى يشيعني حتى الباب في غضب. ولكن اللعين لم يذكر لي أنه رأى سيده وهو يشيعك غاضبا. لقد بدأ يتحفظ في حديثه معك عندما ذكرته بالفترة التي قضاها في السجن، مع أن فارني لم يكن يتوقع هذا، ولذلك كانت دهشته بالغة حد الفزع عندما جاء إلى مسكني في صباح اليوم التالي ووجدني واقفا في النافذة. لقد خطر لي في ذلك الوقت أنه رأى عفريتا، ولم يدر بخلدي سر فزعه حتى بدأت الحقائق تتكشف لي، وأخيرا أقبل علي يحدثني بأمر الجريمة، يسألني عما إذا كنت قمت بزيارة السيد راندولف قبيل وقوعها أم لا. لقد بدأ يشك في أنني لم أذهب مطلقا، فلما علم أني ذهبت سألني عن سبب المقابلة، فأخبرته أنها كانت تتعلق بموضوع الصورة ولا شيء آخر، وذلك طبعا للحرص على سمعة إينيس فافيل. ثم أمسك برهة عن الحديث وقال بعدها: هذا تقريبا كل شيء، وأنا أؤكد لك يا عزيز بلاي أن التحليل الدقيق سيثبت أن شفرة الموسي التي تحمل بصمات أصابعي هي نفسها التي قطعت الخيوط عن لفائف الأوراق. إن رجلا مثل فارني لن يهمل هذه الناحية، وأعتقد أنه بذل مجهودا خارقا ليستعمل الشفرة في هذا السبيل دون أن يمحو البصمات التي عليها. هذا طبعا بعد أن أخفى الشفرة الأصلية التي وضعها سيمون في آلة الحلاقة. فنهض المفتش وصافح ترينت وربت على كتفه وقال: إنني برغم كل شيء لسعيد بعودتك إلى محيطنا هاويا لبقا، وأرجو ألا تهجرنا مرة أخرى. فضحك ترينت وقال: هذا يتوقف على رأي زوجتي وعلى ما لدي من وقت فراغ. ولما غادر بلي المكان التفت ترينت إلى صديقه فيرمان وقال: ما رأيك في عطلة أسبوع تقضيها بمنزل الريفي في دادبري مانور؟ هناك مفاجأة في انتظارك، وحسبك أن تعلم أنها شخصيته. ثم توقف عن الحديث ونظر إلى عمته وعاد فاستطرد باسما: شخصية لطيفة كانت شديدة القلق عليك، وما كدت أخبرها بأني أسعى لإثبات براءتك، حتى أفضت إلي بكل ما تعرف في الموضوع، ثم أبدت استعدادها لعمل المستحيل في إنقاذك، وأعتقد أنها ستكفر كثيرا عن الآلام التي سببتها لك. تمت بحمد الله.